النهارده العالم بيحتفل باليوم العالمي للهندسة المعمارية، يوم اتخصص لتسليط الضوء على مجتمع العمارة وإسهاماته في رسم صورة جديدة ومميزة للإنشاءات المعمارية. ده يمكن اللي خلانا النهارده في صباح الخير يا مصر نستغل هذا اليوم اللي بيتزامن مع احتفالاتنا بثورة 30 يونيو ونسأل ازاي مصر رسمت 30 يونيو لوحة استثنائية في تشييد وبناء مشروعات المدن والنهضة العمرانية الجديدة. شفنا يمكن تأسيس وتشييد مدن عمرانية بتشمل تأسيس كده الطراز الحضاري والمعماري الجديد، قرارات لضبط الإنشاءات يا شاذلي والتخطيط، الاشتراطات في البناء، مواجهة العشوائيات عن طريق طبعا رؤية مصر 2030 في القضاء على العشوائيات، تطوير الريف المصري اللي اتكلمنا عنه يمكن في بداية الحلقة وإنجازات حياة كريمة. طبعا كل هذه التفاصيل والأسئلة هيجاوبها دلوقتي ضيفنا في الاستوديو دكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني اللي منورنا. صباح الخير على حضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. يا أهلا بيك. في البداية إيه أهمية الاحتفال بهذا اليوم؟ هو النهاردة يوم الهندسة المعمارية. طب إحنا بنتكلم على مصر ومصر لها خصوصية عالية جدا. العمارة هي نتاج للشعوب، بمعنى ان هي دايما بتعكس الوضع السياسي والاقتصادي للوقت اللي هي بتتعمل فيه. بمعنى احنا لو بصينا مثلا لمصر في بداية الستينات كانت واخدة الاتجاه الاشتراكي، فهنلاقي ان العمارة بيغلب عليها الاسكان الشعبي، الاسكان الشعبي بمفرداته البسيطة وقليلة التكلفة، والمنتج كان محدود، كان بيخاطب فئة اقتصادية معينة. هنلاقي بنهاية الستينات دخلنا على السبعينات وهي فترة الانفتاح، اتجهنا قليلا نحو الاقتصاد الحر. الاقتصاد الحر ده عكس في فترة السبعينات ارتفاعات المباني العالية، هنلاقي منطقة المعادي ظهر فيها أبراج عالية جدا، منطقة المهندسين ظهر فيها أبراج. ده تزامن بالضبط في سنة 1974 ظهر ما يسمى الإسكان التمليك. هذا النمط ما كانش موجود قبل 74. قبل كده كان كل الإسكان كان عبارة عن إسكان إيجار، إيجار قديم زي ما احنا بنقول. مفهوم. إسكان التمليك لما ظهر عمل طفرة في العمارة، بنلاقي ظهر في بالذات في منطقة المهندسين، في منطقة مصر الجديدة، في منطقة المعادي ظهرت الأبراج العالية وبدأت العمارة زي ما بنقول كده تنتعش، يظهر تكاليف المباني، مباني غنية، مفردات معمارية تعطي صورة ذهنية جميلة. فترة انفتاح بالظبط، انفتاح والناس بتصرف. جينا حصل وقفة هنا سنة 92 لما حصل الزلزال، لما حصل زلزال في مصر في أكتوبر 92 الناس بدأت تخاف من المباني المرتفعة، فبدأ الطلب على الوحدات السكنية والوحدات الإدارية العالية الناس تخاف شوية، فبدأ انكماش مؤقت ما دامش أكتر من سنة واتنين والناس بسرعة نسيت هذا الموضوع ورجعنا مرة أخرى. النهاردة بنتكلم على الإسكان في زايد وفي التجمع الخامس، والمواطن بيمشي بياخد صورة ذهنية لكل منطقة، هنلاقي إن في مفردات معمارية جميلة لو إحنا ماشيين في التجمع الخامس، لو إحنا ماشيين في زايد، لو إحنا في العاصمة الإدارية الجديدة، في العالمين، في الجلالة، هنلاقي مفردات معمارية بتعطي صورة ذهنية أكثر تقدم وأكثر حضارة للمواطن المصري. دي بتعكس الوضع الاقتصادي والاستقرار الحالي اللي احنا فيه. وده مش معناه ان العمارة بس بتناشد أو بتخاطب المواطن ذات المستوى الاقتصادي الأعلى، ولكن العمارة بتخاطب جميع المستويات الاقتصادية. طيب الدولة هنا أو القيادة السياسية كان ليها فكر، كان ظهر في مصر حاجة اسمها المسخ العمراني. المسخ العمراني أنا
انا قصدي ايه بالمسخ العمراني؟ هو الاسكان العشوائي. الاسكان العشوائي ده ظهر في مصر في الستينات، ما ظهرش جديد زي الناس متخيله، ظهر في الستينات وازدهر في السبعينات والثمانينات. طب هو الاسكان العشوائي ظهر ليه؟ الاسكان العشوائي نتيجه ان طبقه اقتصاديه ظهرت محدوده الدخل، محدوده المفاهيم، بتحاول تحل مشكلتها بمفردات ضعيفه. فظهر الاسكان العشوائي. طب الاسكان العشوائي ده كان نتيجه ايه؟ نتيجه التركيز الشديد من الدوله للمشروعات الاقتصاديه كلها كان بتتركز في القاهره الكبرى والاسكندريه، وبالتالي الخدمات وفرص العمل كانت بتتركز في القاهره الكبرى والاسكندريه. حصلت هجره داخليه من الريف ومن الصعيد الى القاهره الكبرى والاسكندريه. ومن ثم النقاد السياسي في 2014 تنبهت لذلك جيدا. بس خليني يعني استرس على فكره المسخ العمراني اللي احنا كنا بنشوفه، يعني نشوف عماير جنب بعض كتيره قوي، عماير يمكن مصرح لها ان هي تطلع باربع ادوار، نلاقي فجاه 12 دور من غير باركينج، من غير اي حاجه، عماير جنب بعض جنب بعض. حضرتك دي فتره انا بسميها غياب الدوله. اللي هي قبل 2014 كان غياب الدوله. يعني ايه غياب الدوله؟ يعني هذا المنشا لا يقام في يوم وليله. انا النهارده لما اطلع بارتفاع 15 دور على شارع لا يتعدى 3 متر، فين الدوله؟ الفتره دي كانت فتره غياب الدوله، زي بالظبط اللي كان بيحصل في اسكندريه في فتره الانفلات الامن. فتره الانفلات الامن اللي هي 2011 لغايه 2013 كان مجموعه من المباني كتير قوي في اسكندريه حصل لها تعليه، المبنى كان دورين بدا يطلع ل 10 ادوار. طب هل اساسات المبنى ده مستحملش تتحمل؟ عشان كده كل شويه في اسكندريه بنلاقي ايه؟ عماره بتنهار. عماره بتنهار، دي نتاج لفتره جشع مقاولين غياب الدوله. لكن النهارده الدوله موجوده على ارض الواقع. احنا عاوز نتكلم بقى بالتفصيل من بعد 2014، لكن بس انا عاجبني قوي يعني شرح حضرتك للموضوع، ازاي كنا مثلا في الستينات وازاي ان الوضع السياسي الوضع الاقتصادي بيؤثر في شكل العمران. لان العماره حضرتك نتاج نتاج للشعوب وللحكومات، كل ده بيظهر على ارض الواقع. في الفتره مثلا من 67 لغايه 73 ما كانش في عماره في مصر. ليه؟ لان كان الاتجاه كله هو ازاله اثار العدوان. بعد نصر اكتوبر بدات العماره تنتشي مره اخرى. لان العماره هي الرئه، هي المفهوم للناس. الراجل المستوى محدود الدخل بيعمل عماره بس طبقا لامكانياته والمفردات الاقتصاديه اللي هو يتحملها. كل واحد بيعمل ما يتناسب مع مفرداته، كل ده بيبقى في الاخر نتاج للشعوب. طيب ليه يعني ايه الاسباب السياسيه والاقتصاديه اللي خلتنا نشوف انشاء لمجتمعات عمرانيه جديده؟ يعني احكي لنا كده عن ايه اللي حصل في الحقبه الزمنيه دي. نشاه المدن الجديده او المجتمعات العمرانيه الجديده نشا في 1981 في نهايه ايام الزعيم انور السادات. هو اللي حط أول لبنة في المجتمعات العمرانية الجديدة. 6 أكتوبر 10 رمضان دول علشان نأكد انتصارنا في حرب أكتوبر. ده كان الجيل الأول، 6 أكتوبر 10 رمضان 15 مايو، وتطورت الأمور. النهاردة احنا بنتكلم في الجيل الرابع، في مدينة العالمين، في مدينة الجلالة، في العاصمة الإدارية الجديدة، في مدينة بدر. يبقى كل فترة لها مفرداتها وكل فترة ولها عمارتها زي ما بنقول. النهاردة بنتكلم، احنا النهاردة في 2024 هتلاقي العمارة مختلفة خالص. احنا عندنا الاستثمار العقاري السياحي اللي هو في منطقة الساحل الشمالي، في منطقة الجونة، في الغردقة. كل الانتشار ده أكد إيه؟ أكد النهاردة في حالة من الاستقرار والقوة الاقتصادية، و كل طبقة ليها مفرداتها اللي هي بتستخدمها. النهاردة الدولة بتتكلم في الإسكان، لم تخاطب الدولة الإسكان مستوى واحد بس، مستوى الفاخر لا. الدولة النهاردة بتخاطب
الإسكان بجميع مفرداته، من الإسكان محدود الدخل، الإسكان المتوسط، الفوق متوسط، الفاخر، وكل طبقة من دي ليها مفرداتها بما يتناسب مع المدخول الاقتصادي ليها. بنلاقي زايد الجديد النهاردة طلع، العلمين طلع، الجلالة طلع، وبرده طلع مدينة بدر. وفي شكل كده واضح للتخطيط العمراني، يعني اللي يروح العاصمة الإدارية الجديدة شكل البيت اللي موجود في الكومباوند زي شكل البيت اللي موجود بره الكومباوند، اللي راح الار 3 وشاف البيوت المبنيه عامله ازاي، هو بيقول لك جراوند فلور او دور ارضي وثلاث ادوار، مش هتلاقي حاجه اعلى من كده، قليل قوي ما هتلاقي حاجه اعلى من كده، اربع ادوار اخرها. نفس الفكره هتلاقيها في الكومباوند، فما فيش الاختلاف الكبير اللي احنا يمكن شفناه في المدن اللي ورا شويه. لو رجعنا للتجمع الخامس، انه في شكل الكومباوند حاجه وبره الكومباوند حاجه ثانيه وهكذا، لو كل بقى بترجع لورا ومصر الجديده وهكذا. فده سره ايه؟ يعني ليه النهارده احنا شايفين في العاصمه الاداريه التناسق والتناغم ما بين الـ يعني المباني العمرانيه، وفي نفس الوقت شايفين تاورز يعني ابراج كبيره لكن في اراضي مختلفه؟ التخطيط ده بيأثر ازاي بالايجاب على الاقتصاد وعلى نفسيه المواطن وعلى الساكن في هذه المنطقه؟ احكي لي بقى يا فندم. في 2014 الدوله خدت مفهوم مختلف، وهو ان المسكن ليس مأوى ولكن بالزبط. المسكن حياة، وكان الهدف الاساسي هو رفع جودة حياة المواطن المصري. وده تم ازاي؟ ان الدولة اقتنعت ان المسكن عبارة عن مثلث، مسكن، خدمات عامة، فرصة عمل. فتحول المسكن الى حياة. النهاردة المواطن اللي هيعيش في العاصمة الادارية الجديدة هيجد مسكنه، هيجد عمله، هيجد جميع الخدمات اللي هي بتخدمه، خدمات ثقافية، خدمات سياحية، خدمات تعليمية، خدمات أمنية، خدمات صحية، مستشفيات، جامعات. وقبل كل ده النقطة الأساسية اللي الدولة ركزت عليها وبدأت فيها بداية قوية وكانت فعلا موفقة جدا فيها، وهو الاهتمام بالبنية الأساسية. أنا ما أقدرش أعمل تنمية عمرانية ولا مدن جديدة غير بنية أساسية قوية. يعني إيه بنية أساسية قوية؟ طرق، كباري، صرف صحي، كهرباء، مياه. لأن مش ممكن أقدر أعمل هذه النهضة العمرانية من غير بنية أساسية قوية. وده اللي حصل قبل كده لما نبص لتجارب قبلنا زي دبي. دبي بدأت بإيه؟ بدأت بطرق، بنية أساسية. أي نهضة عمرانية في العالم بتتم بنية أساسية وطرق. عشان كده كان الطرق والكباري كان ليها البداية وليها السبق، وده كان بداية موفقة. النهاردة احنا بنتكلم عن المشروع الجديد في الساحل الشمالي، خلاص المشروع ده كان ممكن يتباع وكان ممكن يعمل ليها استثمار من غير ما تبقى الدولة سابقة بخطوة. ايوه سابقة بخطوة. سابقة بإيه؟ ان الدولة خلصت البنية الأساسية والطرق والكباري في منطقة الساحل الشمالي كله، فأصبحت هذه المناطق عبارة عن بوتقة كل الناس عايزة تستثمر فيها. لكن النهاردة ما كانش في طرق ولا كباري ولا أي شبكات. كما يحصل تنمية مش هيحصل تنمية. طيب دكتور، إلى أي مدى الدولة بتراعي هوية المكان؟ بمعنى أنا الإنشاءات والمجتمعات العمرانية الجديدة اللي بتتعمل في المحافظات الحدودية بتختلف عن اللي بتتعمل في الدلتا، بتختلف عن اللي بتتعمل في وجه بحري، عن الصعيد. إزاي الدولة بتراعي هذا الأمر؟ العمارة ترجمة للبيئة. بمعنى أنا النهاردة لما ببني مبنى في سيوة، سيوة لها مفرداتها، المواد البيئية التي تستخدم، وهي تحقق أفضل بناء وأفضل تصميم وأفضل وحدة تتناسب مع الجو هناك. لما ببني النهاردة في شلاتين وحلايب المفردات مختلفة، والمفردات كلها نبع من البيئة. مبني في اسكندرية غير الساحل الشمالي، غير الجونة، غير الغردقة، غير شرم الشيخ. كل منطقة لها مفرداتها البيئية. وبالتالي في مواد البناء اللي بنستخدمها اللي موجودة دي بتحقق إن أنا بوصل لأقل تكلفة مطلوبة، وبحقق تأكيد الشخصية والهوية للناس الموجودين في المنطقة دي. طيب احنا بنتكلم على سكان المناطق، لكن خلينا بما اننا احتفلنا ب يعني رجوع مره ثانيه مهرجان العالمين، نتكلم على مدينه زي العالمين الجديده، وازاي المدينه دي ممكن تبقى عامل جذب للسائح. يعني ايه طبيعه او ايه اللي محتاجه السائح
ايه اللي محتاج يشوفه في مدينه جديده قدرنا ان احنا نحققه في مدينه العالمين الجديده فهيكون عامل جذب. بالنسبه للعالمين الجديده كانت الفكره اصلا ان احنا عندنا منطقه زي الساحل الشمالي دي لا تستخدم الا شهرين في السنه. فكان من العبث ان احنا نكلف التكاليف دي كلها وهذا المردود الاقتصادي الضعيف. يبقى كانت الدوله فكرها ان انا عندي منطقه لابد من استغلالها 12 شهر في السنه، ومن ثم منطقه العالمين اتعمل تخطيطها انها تخلق فرص عمل، ان يبقى فيها تنوع في الاستخدامات ويكون لها قواعد اقتصاديه مختلفه. النهارده في منطقه العالمين في جامعه، النهارده في منطقه العالمين في مستشفى. ليه؟ لان من غير خدمات عامه الناس مش هتستوطن في المكان 12 شهر. ما ينفعش ابقى انا في منطقه العالمين وبعتمد على مستشفى في مرسى مطروح او مستشفى في اسكندريه. يبقى المدينه قائمه بذاتها بخدماتها العامه بالبنيه الاساسيه بالاستخدامات المختلفه. النهارده في فنادق، يبقى السائح النهارده لما بيجي بيلاقي فندق، بيلاقي مكان للاستجمام، بيلاقي مزارات ترفيه، سينمات، حفلات، بيلاقي ان كل اللي هو عايزه 12 شهر في السنه، مش شهر او اتنين وتقفل المدينه. ده كان الفكر في العالمين الجديد. البنيه التحتيه يا فندم زي ما حضرتك ذكرت والخدمات اللي بتقدم في اي تجمع عمراني جديد هي الاساس. واحنا طبعا حضرتك ذكرت عدد كبير من المدن في الثمانينات زي العبور والسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان، كل هذه المدن كانت موجوده، لكن كان في نقص في الخدمات، كان في الطرق بتاعتها ما كانتش ممهده، كان في يعني الخدمات اللي مقدمه للناس اللي هتروح تعيش هناك، المواصلات، كل دي عوامل جذب للناس ان هي تروح هذه المدن الجديده. لكن الحمد لله احنا شغالين على هذا الملف من كافه الجوانب، وده السبب اللي احنا عشانه دلوقتي بنقول ان احنا عندنا مدن تم تخطيطها على اعلى مستوى. كل الشكر لحضرتك الدكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا.